ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن الكرسي من انا هكلمك عنه النهارده ده، لو سمعت مثلا التامين الصحي بيدولك بمقابل رمزي، او حتى يا سيدي ببلاش، ما تشتريهوش من فضلك، ما تشتريهوش والله لو ببلاش، لان انت مش بس بتشتري حاجه مثلا ملهاش قيمه مش هتفيدك، لا ده انت بتشتري حاجه بتضر بيها جسمك وبتبوظ بيها حمض المعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلومه النهارده مهمه جدا، ركزوا معايا يا جماعه، لان كتير مننا بيغفل عنها، بما ان انتوا يعني مش حد متخصص فبالتالي مش هيبقى عندك المعلومه ان الكالسيوم ده فعلا بيعمل كل الحاجات اللي احنا هنقول عليها النهارده. فلو انت بتاخد كالسيوم قوم هاته دلوقتي، حلو كده، وابدا بص على العلب اللي انا هقوله ده، لو لقيته موجود يعني ارميه في الزباله وما تزعلش، والله صحتك تستاهل. لو لقيت مكتوب عن العلبه كربونات كالسيوم او كالسيوم كربونات، يعني بالعربي كربونات كالسيوم، تقلب العلبه تلاقي كالسيوم كربونات. ايه بقى؟ ايه حكايه الكالسيوم ده يا دكتور ارحام؟ افيدينا افيدينا، احنا مش عارفين الصراحه. فمن انت ما انتش عارف وهتتعلم النهارده وهتفهم وعرف غيرك وفيد غيرك، ما تاخدش الكالسيوم ده تاني بقى، تمام؟ اولا في حاجه في الماركت بتاع الادويه، لما الناس بيبقى عندها مشكله في حموضه المعده بيدولهم حاجه اسمها جلايكودان. لو جينا نبص على الجلايكودان ده بنلاقيه عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها 420 مللي جرام كربونات كالسيوم. نعم كربونات كالسيوم، يعني انا باخد كربونات كالسيوم لو عندي مشكله في المعده بدوز 420 مللي جرام بيشتغل كمضاد للحموضه. انت بتتكلمي جد يا دكتوره؟ والله العظيم انا هطلع لك كل حاجه، هو اكيد شايف شايفها قدامك دلوقتي. اه والله ده مش بس كده، ده انت حضرتك ممكن ايه يقول لك مثلا الكالسيوم ده فيه 1000 و1200، لا هات لي ال 2000 يا دكتور، هات لي 2000، كل ما نعلي التركيز كل ما انا هاخد كالسيوم والدنيا تبقى افضل بكتير. وده مصيبه ثانيه، لان كل ما بتعلي بالتركيز الكربونات الكالسيوم ده انت بتبوظ في حمض المعده بتاعك، عشان الحموضه المفروض يبقى فيه حموضه معينه عشان عندك بروتين فيتامينات معادن، فكل دوت حضرتك ما بيحصلش، ونيجي نقول عندنا مشكله في المعده وليه عندنا مشكله في الامتصاص والهضم بتاعي مش تمام نتيجة ان انت بتاخد هذا النوع من الكالسيوم. وصلت يا جماعة؟ فحرفيا لازم نوقفه، ما ينفعش ان انا اخده خالص، تمام؟ طيب فهمنا يا ست الكل، ومش هناخده والله وهنرميه حالا، لو نعمل ايه؟ ناخد كالسيوم ايه؟ ما تاخدوش كالسيوم. انا عندي يا دكتورة نقص، انا لازم اخد كالسيوم من بره، قالوا لي ان انا لازم اخد كالسيوم من بره. لو انا بكلم واحده حامل ولازم تاخدي كالسيوم من بره، خليه كالسيوم محمل على احماض امنيه، مفيش، اهتمي بمصادر الكالسيوم في يومك 1000 ل 1200، كلنا بنحتاج من 1000 ل 1200 مللي جرام كالسيوم في اليوم، معلقه سمسم في اليوم انا معاكي، عايزه منتجات البان، الزبادي بقى، الجبن، الاسماك، الخضار، كل ده في كالسيوم. فانا مش في حاجه ان انا اخد كالسيوم من بره. ايفن حتى لو عندي نقص كالسيوم هاخد من مصادر الكالسيوم اللي الحمد لله غنيه جدا، فبالتالي هغطي احتياجي اليومي اللي هو من 1000 ل 1200. وصلت؟